مرحبا يا تامن. أهلا يا مجد، يا أهلا يا ربا. الله يعافيك يا ديما. يا ينال، رح ناخذ آخر وحدة ورح نتمكن منها بإذن الله تعالى. اليوم بدنا ناخذ الوحدة الثالثة والرابعة والخامس، الوحدة الثانية والثالثة والرابعة من القواعد، اللي هي الأسماء الخمسة والأعداد المركبة بالإضافة لاللهم صل سيدنا محمد المفعول المطلق. الله يعافيك يا ينال. لا يا رند، هاي مو آخر حصة، هاي آخر حصة من حصص المراجعة الشرح. الحصة الأخيرة اللي هي يوم الجمعة إن شاء الله رح تكون امتحانات بالإضافة لجميع أسئلتكم عن المادة. الحمد لله يا ديمة مشتاقة. درس عيد الاستقلال يا ينال شرحناه في الحصة السابقة. لا مو آخر حصة يا آية، لسه. رند اللي كتبت. آية، طب خبرينا يا آية كيف قدمت الامتحان؟ وعليكم السلام يا تمام. أهلا يا يزن. طيب بدي بس أبعث لكم رابط الحصة، ابعتوه لأصدقائكم لأنه صراحة كتير مهمة. الحصة ثمانية، لأنه راح نشرح فيها إن شاء الله القواعد الثلاثة اللي ضلوا. لا نحن حصص المراجعة يا آية ساعتين مو ساعة فقط. ثواني آية، هلا هي بتحكي عن امتحانها. مش مركزة يا آية. فهمت. حصتنا اليوم يا زاد للساعة 8، بس غريبة يا آية، يعني ليه ساعة؟ غالبا نحن الصف الثامن بالمدارس بنخليه ساعة ونص، مع إنه أنا برضو بكون عامل امتحان الكتابة قبل، يعني قبل ما تبدأ الامتحانات النهائية أنا بكون أعطيت امتحان الكتابة ورصدت العلامة، وخلال الامتحان النهائي بكون عندهم فقط المهارات والقواعد وساعة ونص برضو، لأنه مادتكم بتحتاج. يعني حتى نحن بس حطينا حصص المراجعة حطيناهم 4 حصص مراجعة مو حصة، باقي الصفوف في الصف السادس والسابع كانوا 3 حصص. يا عائشة إيش سؤالك؟ وين بقية الطلاب؟ شكلهم محتفلين والحصة عندهم. أنت الحلوة يا رند، ومأخدين اليوم عطلة. رح أبلش الحصة الآن، دقيقتين لحد ما بقية الطلبة يدخلوا إن شاء الله رح نبدأ في الحصة. أهلا وسهلا يا آية. بس إحنا يا مس الامتحان بس 4 ورقات ما شاء الله، الأستاذ تبعنا دكتور. طيب أنا امتحاني 4 ورقات يا يزن كمان.
آه ريم، مس أنا عاشر، بس بدي تحكي لي القواعد الموجودة في الصف الثامن. القواعد الموجودة بالصف الثامن يا ريم، اللي هي إن شاء الله رح تكون جملة اسمية، نحن شرحناها في الحصة السابقة، صور المبتدأ وصور الخبر. والقاعدة الثانية عن الأسماء الخمسة، القاعدة الثالثة عن الأعداد المركبة، والقاعدة الرابعة عن المفعول المطلق وفوائد المفعول المطلق. الامتحان امتحانات شاملة يا مجد الحصة القادمة يوم الجمعة إن شاء الله. لا يا رتاج والله رح أرد عليكي. لا يا ريم، بس هدول القواعد الموجودين بالصف الثامن. الفصل الأول أكيد كانت الأسئلة أو القواعد مختلفة، كان عندهم الجملة الفعلية، صور الفاعل، صور المفعول به، أيضا كان في عندهم المفعول المتعد، الأفعال المتعدية إلى مفعولين. نعم يا نور، نحن بدأنا بمراجعة كتاب القواعد الحصة، القاعدة الأولى خلصناها في الحصة السابقة، لأنه انتهينا من مادة المهارات على على حصة ونص، يعني حصة مراجعة ونص برضه، واللي تبقى من الحصة السابقة خلصنا فيها الجملة الإسمية. اللي هي الفعل الماضي والمضارع والأمر وعلامات البناء والإعراب. يا عائشة، هلا هذا بمناسبة زواج الأمير الحسين، عملوا المواد كاملة متاحة لجميع الطلبة. مراجعة قواعد يا ريماس، لأنه نحن انتهينا من مراجعة المهارات. أهلا يا راما. هلا قواعد الصف السابع يا ريم بالفصل الثاني، الآن موجود في عندهم الضمائر المتصلة، المفعول لأجله، الأعداد من 1 إلى 10، يعني قواعد سهلة إن شاء الله. طيب ثواني، من عيني يا ربا تكرمي، بس بدي أشوف سؤال عائشة. يا عائشة مرحبا مرحبا مس. أهلا يا مس. مس مس جابت لنا بالامتحان سؤال إنه نكتب جملة على دمائهم، بتكون مرفوعة وبتكون مجرورة. أنا كتبت بدمائهم ستعود الأقصى، والثانية المرفوعة كتبت أيها الأبطال بدمائكم ستعود الأقصى. هسا أنا ما كتبت بدمائهم، كتبت بدمائكم، هسا بتعتبرها المس صح ولا لا؟ خطأ، إذا بحالة الرفع خطأ. يعني إذا غيرت الهمزة لكاف خطأ؟ هلأ شوفي أحكي لك كيف قصدها يا عائشة، هي موجود عندكم بالوحدة الأخيرة، تمام؟ قصدها المقصد من كل هذا السؤال إنه نعرف الهمزة لما تكون يعني الهمزة المتوسطة، تمام؟ طريقة كتابتها مرة على واو ومرة على نبرة. هلأ لما تكون بحالة جر بكتب الهمزة على نبرة، صح؟ بدمائهم. لكن لما تكون بحالة رفع، إما رح تكون فاعل، إما رح تكون اسم كانت، خبر إن، يعني بحالات الرفع مبتدأ خبر اللي نحن متعودين عليها، ممكن برضو نائب فاعل. بس إيش المقصد منها لما تحطيها بحالة رفع؟ إنه تكتب الهمزة على واو. فأنت الثانية برضو اللي حطيتيها بحالة رفع خطأ، برضو بحالة جر، يعني أنت حاطة المثالين بحالة جر. تمام يا عائشة؟ مس بس أنا هسا لو حولت الهمزة الهاء لكاف صح ولا لا؟ أنت قصدك بدمائك؟ لا بدمائهم، حولتها بدمائك، بدمائكم، بدمائكم. صح. هلأ هاي حطيتيها بحالة الرفع ولا بحالة الجر يا عائشة؟ بالجر. طيب عادي لو حطيتيها بدمائكم، بدمائهم، بدمائك، يعني ايا كان، المهم انها بحاله الجر الهمزه على نبره.
بس لأن اليوم شو اسمه لما حليت الامتحان كان سهل، بس هذا السؤال ما عرفت شدي أكتب جمل، يعني كل مرة تطلع معي بالكاب مش الهاء، هلا فحبيت إني أسأل بالطمع. طيب، الجرعة أشياء متمكنين منها ووضعك فيها تمام وحطيتيها على نبيرة صح؟ يمس، بس الهمزة حولتها لك. طيب ما في مشكلة، اللي بحالة الرفع إيش الجملة اللي حطيتيها؟ بحالة الرفع، أيها الأبطال دماءكم لن تذهب سدا، وبحالة الجر بدماءكم أيها الأبطال لن ستعود القدس. لا، التنتان صحيحات، حتى لو غيرتي الضمير من هاء إلى كاف صحيحة. شكرا المهم جزيلا. بحالة الرفع حطيت الهمز على واو، وبحالة الجر حطيت الهمز على نبيرة. نعم. شوف بس بقية الطلاب. هلا يا مس رح أبدأ. لا لا يا رنيم، يا ريم، نحن رح نبدأ بقواعد الطلاب اللي معهم في الكتاب. طيب، ثواني. آية، إيش سؤالك؟ يعطيك العافية مس. يعطيك يا مس. مس، حابة أسألك إذا في اليوم بدك تعمل امتحان. لا، الامتحان يا آية راح يكون يوم الجمعة إن شاء الله. خلاص تمام، يعطيك العافية. على القاعد اللي معنا. خلاص تمام. ديما شو سؤالك يا مس؟ ديما؟ خاصة انت اللي بدك اياه يجاوب، راح تفتحي المايك ولا لا؟ هلا انا غالبا زي دايما واتساب، غالبا على الشات علشان يكون يعني معنا وقت نخلص المادة كاملة. تمام يا ديما، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا حلوة. طيب، خلونا نبدأ القواعد. نحن انهينا المرة الماضية، بس ثواني. أحكي عربي فصحى، أنا أساساً انتبهت إنه بيسان معنا في الحصة. مرحبا يا بيسان. طيب يلا نبدأ. بس ثواني بدي عشان أحول الكاميرا. صحيح، شو وضعكم اليوم يا تامن؟ داومتوا ولا ما داومتوا ولا شو الوضع؟ Recording in progress. نعم، احنا طلعنا من الحصة بس رجعت. في منهم داوموا. نعم، طيب يلا الآن، يلا بما إنه الأغلب اليوم كان معطل، يلا هي عندكم حصة الأربعاء القادم، عندي عربي إن شاء الله يا ساد يا ثامن، ربنا بيوفقكم جميعا وكلكم بتجيبوا علامات. الآن عندي يا ثامن الأسماء الخمسة. حكينا من قبل إنه أخذتوا أنتوا بالصف السابع
الأفعال الخمسة. من اسمها الأفعال الخمسة يعني كان في عندي خمس أوزان لهاي الأفعال يا ثامن. نفس الشيء اليوم نحن بالصف الثامن بناخذ الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة برضو عددهم خمسة، اللي هي أبو، أخو، حمو، فو، وذو. نحن اليوم يا مس رح نشرح قواعد الأسماء الخمسة، الأعداد المركبة، بالإضافة أيضا للمفعول المطلق. الثلاث قواعد اللي تبقوا علينا، نحن شرحنا في المرة السابقة اللي هي الجملة الإسمية بصور المبتدأ وصور الخبر. إذن نبدأ الآن وقت الحصة للساعة 8 يا مس. قاعدتنا عن الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة هي أبو، أخو، حمو، فو، وذو. هاي الأسماء الخمسة يا ثامن إلها شروط وقواعد معينة حتى تعرب إعراب خاص بها. نعم يا إناس، الآن عندي هذه الأسماء الخمسة تعرب بالحروف فقط. طيب كيف بعربها يا ثامن بالحروف؟ طيب يا راما هلأ رح أفتح لك المايك يا مس. ثامن رح أفتح لك يا راما، وينك؟ راما مش رافع إيدك يا مس. راما طيب ثامن يا مس خلونا نخلص القاعدة، هو مش مبين عندي يا راما انك رافع ايدك نهائيا. خلونا نخلص القاعدة، واللي عنده ممتازين، اللي عنده سؤال تمام اوكي رح اعدل الموبايل، بس لما اخلص القاعدة بعض منكم اللي هي الكاميرا عشان تاخذوا سكرين شوت من عيوني. تمام يا آية. آية بتحكي لي شكل راما مو متاحة حاليا، يرجى الانتظار. ممتاز يا بيسان. طيب الآن يا مس عندي هذه الأسماء الخمسة، كلهم بيحكوا لي مس عدل الموبايل. طب أنا بدي إياه بس هيك عشان يكون الكلام واضح، وبعدلكم إياه عشان لما بدكم تاخذوا السكرين شوت. الآن هذه الحروف الأسماء الخمسة تعرب بالحروف فقط. كيف بنعربها بالحروف يا ثامن؟ الآن ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. لكن هاي الأسماء الخمسة يا ثامن إلها شروط معينة حتى نعربها بالحروف فقط. يعني لما بدي أرفعها بالواو أو أنصبها بالألف أو حتى أجرها بالياء لازم أكون متأكد إنه هاي الأسماء الخمسة حققت الشروط المطلوبة منها. الآن بحكي شروط الأسماء الخمسة. أول شيء يلا يا ثامن اكتبوا معي على الشات، بدي أشوف فاهمين القاعدة ولا لا، لأنه نحن شرحناها سابقاً. أول شيء يا مس يجب أن تكون ما بها مضافة ولكن لغير ياء المتكلم. إذن أول شيء يجب أن تكون مضافة لكن لغير ياء المتكلم. كيف بعرف يا مس إنها هاي الكلمة مضافة؟ طريقتين. الطريقة السهلة لأنه عشان أنتوا تفهموها ولسه ما أخذتوا قاعدة الإضافة، اسم زائد اسم أو اسم زائد ضمير. الاسم زائد اسم، الاسم الأول لازم يكون نكرة والثاني معرفة.
أما إذا اسم زائد ضمير، أياً كان الضمير، أخذتوها هاي من الصف السابع يا تامن، أياً كان الضمير الذي يتصل بالاسم يكون ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إلى. طيب ممتازين، أحسنتم. الآن رح أطبق كل هاي الشروط. حاضر يا مجدي. أول شيء، في عنا أو مجد، عندي الأسماء الخمسة هي أسماء أبو، أخو، حمو، فو، وذو. هاي الأسماء الخمسة يا مس بعربها بالحروف فقط وليس بالحركات، ترفع بالواو، تنصب بالألف، وتجر بالياء، تمام؟ إذن إذا كانت بحالة رفع برفعها بالواو، إذا كانت بحالة نصب بنصبها بالألف بدل الفتحة، إذا كانت بحالة جر بجرها بالياء بدل الكسرة. طيب هل دائما هاي الأسماء الخمسة بعربها بالحروف؟ لا، فقط يا ثامن إذا حققت الشروط الموجودة أمامي. نعم، الشرط الأول يا ثامن إنها لازم تكون مضافة، لكن مضافة لغير ياء المتكلم. متى بيكون الكلمات أو الأسماء عندي باللغة العربية مضافة؟ بحالتين، إذا كان في عندي اسم نكرة زائد اسم معرفة، هذا المعرفة يكون مضاف إلى مجرور، وأي اسم زائد ضمير، هذا الضمير يكون ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. هاي قاعدة الإضافة اللي لازم تفهموها، متى بيكون عندي الكلمة مضافة باللغة العربية. هذا الشرط الأول. إيش الشرط الثاني يا ثامن؟ يجب أن تكون ماذا؟ يجب أن تكون مفردة، يعني لا مثنى ولا جمع. ممتازين. طيب ثالث قاعدة والمهمة، كلمة ذو إلها قاعدة خاصة فيها، يجب أن تكون مضافة إلى اسم ظاهر فقط. ممتازين. وتكون بمعنى صاحب. الآن نطبق هاي الشروط الآن يا ثامن على أمثلة موجودة أمامنا. أمثلة. أول شيء، جاء أبو محمد إلى المدرسة. نيجي لكلمة أبو. أول شيء، أبو هل مضافة ولا غير مضافة يا ثامن؟ بتأكد، في عندي اسم نكرة زائد اسم معرفة، أسماء الأشخاص معرفة، إذن أول شيء مضافة. هل أضيفت إلى ياء المتكلم؟ لا، لم تضاف. هل كانت مفردة؟ نعم مفردة. إذن مباشرة بعربها إعراب مين؟ الأسماء الخمسة. كيف تعرب الأسماء الخمسة؟ بالحروف. بنروح يا ثامن على الجملة اللي موجودة أمامي. جاء فعل ماضي. الآن قاعدة الأسماء الخمسة والأعداد المركبة يا مس بتعتمد كثير على معرفتكم بالإعراب. أول شيء بحدد نوع الجملة اللي أمامي، جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ جملة فعلية، تمام. الجملة الفعلية يا مس بتتكون من فعل وفاعل ومفعول به. أول شيء عندي جاء فعل ماض، بسأل من الذي جاء؟ أبو، باخذ كلمة أبو يا ثامن بعربها فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الأسماء الخمسة كونها حققت كل الشروط ترفع بالواو، إذن وعلامة رفعه الواو. ليش الواو؟ ليش غيرتها يا ثامن؟ أنا لازم أفسر وأعلل. ليش غيرتها يا مس من الضم إلى الواو؟ لأنه من الأسماء
الخمسة. طب إيش في عندي شيء مهم ضل بالإعراب وأنا لازم أضيفه لإعراب أي اسم من الأسماء الخمسة؟ وهو مضاف. ممتازين. لا يا رند، ما بزبط أحكي جاء أخاك، من الذي جاء؟ أخوك، فلازم أحكي جاء أخوك من السفر لأنه أخوك فاعل. طيب عندي الآن كلمة محمد بعد الأسماء الخمسة إيش بيجي دائما يا ثامن؟ مضاف إليه. إذا محمد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. أساسا لو لم يكن مضاف لما كان من الأسماء الخمسة، فشرط الأسماء الخمسة أن تكون مضافة. وكيف بتعرف؟ لكن غير مضافة لياء المتكلم. كيف بتعرف يا مس على الأسماء على الإضافة؟ لازم اسم نكرة زائد اسم معرفة أو أي اسم زائد ضمير، أي ضمير سواء من تايوان أو من ناهيكا اتصل بالاسم بعرب ضمير متصل مبني في محل رفع جر مضاف إلى. تكرمي يا رند، رح أعطيكم مجال تصوروا الورقة ورح أنزل برضو الورقة على جروب الفيسبوك. من عيوني تكرموا. طيب الآن نأخذ مثال ثاني. ساعد أخاك في تنظيف غرفته. مطلوب مني إني أعرب كلمة أخاك، صح؟ بروح، ممتاز. الآن بروح يا ثامن بحدد إيش نوع الجملة الموجودة عندي، لأن أنا مطلوب مني الإعراب. نوع الجملة الموجودة أمامنا جملة فعلية، لأنه ممتازين جملة فعلية لأنها بدأت بفعل. لا يا عائشة ما في خطأ، هلأ رح أفرجيكي كيف إنه ما في عندنا خطأ. طيب الآن ساعد فعل أمر مبني على السكون. طيب إذن رح أعربها وأفصلها عشان الطلاب اللي مو عارفين الإجابة. ممتاز. ساعد فعل أمر مبني على السكون، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، لأنه ممتازين ساعد أنت، أحسنتم. طيب ماذا تساعد؟ ممتازين أخاك. أجا عندي فعل وأجا عندي فاعل، إذن أخاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه. إذا بشوف يا سادس، ممتازين يا ثامن، أي اسم من الأسماء الخمسة بتوقف شوي قبل ما أكمل الإعراب، قبل ما أكمل العلامات الإعرابية لازم إنه أتوقف. طيب الآن كلمة أخاك أجت مضافة ولا ما أجت مضافة؟ أجت مضافة. هل أضيفت إلى ياء المتكلم؟ لا، إذا حققت عندي الشرط الأول. ممتازين. ثاني شيء يا ثامن، هل جاءت مفردة ولا غير مفردة؟ جاءت مفردة. إذن حققت عندي شروط الأسماء الخمسة. إذن علامة نصب ماذا؟ الألف. لماذا الألف؟ لأنه من الأسماء الخمسة. إيش لازم أضيف على إعرابي للأسماء الخمسة؟ وهو ماذا يا ثامن؟ وهو مضاف. طيب أنا حكيت أي ضمير بيتصل بالاسم ثابت الإعراب عندي، أياً كان هذا الضمير إيش بعرب يا مس؟ ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إلى. ممتازين. ثالث شيء ممكن نحكي تعلم، أو بدنا نكتب بالأزرق
تعلم من ذي الخبرة في حياتك العملية، صح؟ بروح بحط خط تحت كلمة ذي كلمة الخبرة. الصورة واضحة يا تامن ولا لا؟ يا أهلا يا آية، طيب هيك واضحة؟ الآن أول شيء، أي اسم زائد حروف الجر يا ثامن إيش لازم يكون بعدها؟ اسم مجرور. إذن بروح على كلمة ذي، إيش بعربها؟ اسم مجرور وعلامة جره. بتوقف، هل كانت مضافة؟ نعم، لكن كلمة ذي إلها شرط معين، مضافة فقط إلى اسم ظاهر. هل أضيفت إلى اسم ظاهر؟ نعم، أضيفت إلى اسم ظاهر، إذا حققت الشرط الأول. الشرط الثاني، هل كانت مفردة ولا غير مفردة؟ كانت مفردة، إذا حققت شروط الأسماء الخمسة. إذا علامة جره ماذا؟ الياء. طب لماذا الياء؟ بدي أعلل، لأنه من الأسماء، نعم يا ريم، اسم الظاهر يعني اسم معرفي، اسم واضح أمامي، لا هو ضمير متصل ولا ضمير مستتر ولا أي صورة من الصور الأخرى، لأنه من الأسماء الخمسة. إيش شرط بالأسماء الخمسة عند الإعراب؟ وهو مضاف. طب كلمة الخبرة إيش بيجي بعد الأسماء الخمسة؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. بس ثواني بدي أشوف الأسئلة. عفاف إيش ممكن شرح المقابلة؟ أي مقابلة يا عفاف؟ طيب إذا عندي أول شيء يا ثامن، ممتازين. أول شيء عندي يا مس الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة هي أبو، أخو، حمو، فو، وذو. هاي الأسماء، تمام يا عفاف، رح أشرح لك إياها بس بالنهاية لما أنتهي من هاي القاعدة. تعرب هذه الأسماء، قصدي، بالحروف، ترفع بالواو، تنصب بالألف، وتجر بالياء، لكن في إلها شروط. شروط هاي الأسماء الخمسة، شروط هاي الأسماء الخمسة يا مس، أول شيء إنها تكون مضافة لكن بغير ياء المتكلم، ثاني شيء إنها تكون مفردة، وثالث شيء كلمة ذو إلها قاعدة خاصة فيها. أول شيء لازم تكون بمعنى صاحب، ثاني شيء لازم تكون مضافة إلى اسم ظاهر فقط. طيب الآن بدي أحط مثال رابع، بدي حدا منكم، رح أستنى على الشات الإعراب، ما رح أعربها أنا مباشرة. أربعة، اتخذت إيادا أخا عزيزا. بدي كلمة أخا إيش إعرابها يا ثامن؟ يلا بستنى على الشات، اعربوا لي كلمة أخاً. بدي أشوف مين الصاحي لسه متذكر كل القواعد. بدي كلمة أخاً، ما بدي الفعل اتخذته. لا يا ريم، الإجابة خاطئة. عائشة إجابتك صحيحة لكن ناقصة شوية،
لا يا ريم. يلا وين يارا، وين يزن، وين بيسان، وين البقية، كلكم وينكم يا ثامن؟ زينة صحيح بدايتها لكن برضو الإجابة ناقصة فيها خطأ. ريتاج إجابتك صحيحة لكن ناقصة شيء. نور، هل الفاعل من الأسماء الخمسة يرفع بالألف ولا ينصب بالألف؟ فاطمة، وين إجابتك؟ ما شفتها اللي بالبداية. لأ يا فاطمة، الإجابة خاطئة. لأ يا سندس. طيب ثامن، هيني عم بشوف على الشات. يلا. لأ يا بيسان، بيسان المتحدثة بالفصحى، الإجابة خاطئة. بداية الإجابة صحيحة لكن البقية خاطئة يعني. نبأ، السؤال إيش بعرب كلمة أخاً الموجودة في جملة اتخذت إياداً أخاً؟ طيب تمام، أنت بتحكي لي اسم كأن، وين كأن الموجودة بالجملة؟ طب رند بتحكي لي منادى منصوب، طب وين الحرف النداء اللي سبق المنادى؟ أغلبكم عم بحكي لي بداية الإجابة لكن بقيتها خاطئة، ولا حدا لحد الآن أجابني إياها إجابة صحيحة. للأمانة أنا جبتها في امتحان الشهر الثاني لطالباتي، وهاي برضو موجودة معكم في الكتاب يعني. عفاف، ممتاز يا سندس، بداية إجابتك صحيحة، بقيتها يلا كملي لي إياها. بيسان، لسه إجابتك فيها صح وفيها خطأ. ريتاج، ممتاز، تكملت الإجابة. سندس، ممتازة 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 ممتازة، أول حدا جاوبني إياها إجابة كاملة اللي هي سندس، وريتاج برضو جاوبتني إياها لكن ما كملت بقية الإعراب. أول شيء ثامن، أنا من بداية الفصل وأنا بحكي لكم كلمة وبرجع بأكد عليها دائما دائما يا مس، قواعد اللغة العربية قواعد تراكمية، بمجرد ما أخذت القاعدة ما بننساها يا ثامن، بحفظها وبظني أراجع قواعدي. دفتر القواعد للغة العربية ممنوع 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 ينكب. عندي اتخذت فعل، رح أعربي لكم الجملة كاملة، فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة دائما إيش؟ ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب اتخذ من الأفعال ما بها يا ثامن تنصب مفعولين، إذن إيادا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كلمة أخاً مفعول به ثاناً منصوب وعلامة نصبه. قبل ما أكمل يا ثامن علامة النصب، هل كانت كلمة أخاً مضافة؟ لا ثامن، ما تحكولي مس توقعت، جاوبوا أي إجابة بتخطر ببالكم، نغلط مرة ومرتين وعشرة، المهم إنه نصل للإجابة الصحيحة. علامة نصبه إيش؟ ما حقق شرط الإضافة الأول، مو مضاف، إذن علامة نصبه الفتحة وبتوقف فقط.
ما بحكي لا هو مضاف ولا اللي بعده مضاف إليه. طب كلمة عزيزا مضاف إلي إيه؟ لا خطأ، كلمة عزيزا خربطت، نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تمام يا ثامن؟ إذا لازم أنتبه على الإعراب يا مس. برجع بحكيكم قاعدة الأسماء الخمسة وقاعدة الأعداد المركبة بتعتمد اعتماد كبير عليكم يا مس بمهارتكم في الإعراب. نحن إن شاء الله إنه ما نكون قصرنا بتعلم الإعراب من بداية الفصل، لأنه إحنا مو بيوم وليلة يا مس رح نتمكن من الإعراب، بدنا ناخذ وقتنا حتى نتمكن من الإعراب. تكرم يا ديما. أول شيء عندي الفعل اتخذت، هذا الفعل من الأفعال اللي بتنصب مفعولين صح؟ أخذناها بالفصل الدراسي الأول، أنا ممنوع أنسى قاعدة باللغة العربية. طيب هذا الفعل فعل ماضي، والفعل الماضي إذا اتصلت فيه التاء المتحركة بيكون منصوب، بيكون مبني على السكون. طيب كلمة إيادة التاء اللي هي الفاعل، تمام؟ إيادا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب كلمة أخن مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه أيضا الفتحة. تمام يا ثامن؟ فهمنا هاي النقطة؟ ممتاز. نعم، من الأفعال اللي بتتعدى إلى مفعولين، اتخذ، وهب، أعطى، منح، كسب، كسى. أيضا في عنا ظن، شك، أفعال الظن. رأى وعلم اللي هي الأفعال القلبية. ممتازين. طيب الآن سؤال، لما لا تعد الأسماء الآتية من الأسماء الخمسة؟ أول شيء جاء أبي إلى المدرسة. ثاني شيء كرم المعلم أخواك. ثالث شيء أكرم بذويك نسبا. أول شيء عندي كلمة أبي وأخواك وذويك، لماذا لا تعد؟ ممتازين. يلا البقية، لماذا لا تعد كلمة أبي من الأسماء الخمسة؟ ممتازين، أحسنتم. أول شيء لأنها، ممتازين يا ثامن، لأنها مضافة إلى ياء المتكلم. إحنا حكينا لازم تكون مضافة لكن إلى غير ياء المتكلم. ممتازين. الثانية لأنها مالها صح مضافة يا ثامن؟ لا. ممتازين، لأنها مثنى، وأنا شرطي بالأسماء الخمسة إنها تكون مفردة. طيب الثالثة بذويك، ليش يا ثامن ما اعتبرتها من الأسماء الخمسة؟ لا، ربى الثالثة مو لأنها تحتوت على ياء المتكلم. ممتاز يا سندس البقية. لا مو لأنها جمع برضه. ممتازين، لأنها مضافة
إلى ضمير والكلمة مثنى. إذن كلمة ذو لازم تضاف إلى اسم ظاهر، إذا أضيفت إلى ضمير لا تعتبر من الأسماء الخمسة. إذن هاي عنا يا ثامن قاعدة الأسماء الخمسة، وإن شاء الله إن نكون وفينا حق هاي القاعدة. الآن اللي بده ياخذ سكرين، أنا يا ثامن رح أصورهم ورح أبعتهم على جروب الفيسبوك وجروب الواتساب برضه، رح يكون يعني الشاشة أوضح بالتصوير. راما نحن شرحنا قائل درس الذكرى الاستقلال بأول حصة، وهي الورقة الثانية يا ثامن. رح أبعت لكم إياها يا تامن الروابط، تكرموا. أوكي. يا رب لا سكر، لازم نسكر. تمام، عشان الطلاب اللي بدهم أرجع للصفحة الثانية. هي هي مس، هلا بدي أبدأ بالأعداد المركبة. ثامن حاضر يا عفاف، والله رح أشرحها تكرمي. المهم يا ثامن اتمكننا من قاعدة. أوكي يا مجد ما في مشكلة، الحصة رح تكون أساسا موجودة على اليوتيوب. اتمكننا من قاعدة الأسماء الخمسة. بدي أشوف اللي رافعين إيديهم، في حدا من اللي رافع إيده فقط يا ثامن عنده سؤال اللي هي باسم هواوي؟ في حدا يا ثامن من اللي رافع إيده عنده سؤال عن القاعدة ما تمكن منها؟ ريم الحلوة عندك سؤال؟ لا ما عندي. تمام يا مس. شامخ عندك سؤال؟ مس كم الوحدة اليوم؟ نحن رح ناخذ الثلاث وحد كاملة اللي ضلت عندي، خلصنا الجملة الاسمية وانتهينا من الأسماء الخمسة، هلا إن شاء الله رح ننتهي من الأعداد المركبة والمفعول المطلق. إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا يا شامخ. طيب ريم عندك سؤال؟ تامن اللي بفتح له المايك نزلوا ايدكم يا مس. لا مس ما عندي. تمام. بيسان، بيسان يا بيسان. السلام عليكم معلمتي. وعليكم السلام يا جميلة. لدي هناك ورقة عمل من معلمتي في الصف. نعم. أنا لست جيدة جدا في الإعراب. لماذا يا بيسان؟ فالنص يقول هنا، قال الأصمعي رأيت ذات يوم أعرابيا. نعم أعرابيا، ما إعرابها؟ رأيت ماذا؟ أعرابيا، إذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. شكرا لك معلمتي. عفوا. دائما يا بيسان في الجملة الفعلية اسألي عن الفاعل من الذي، ودائما اسألي عن المفعول به ماذا. شكرا معلمتي. عفوا. طيب رند، هل لديك سؤال؟ مثل تحرك بعرب كل يوم حتى بأخاك أراك كل نفس الإعراب. رند ما كان سؤالك يا مس؟ مس إنه قصدي إنه صح أنت حس حرف الكاف بعرب كله نفس الإعراب، إنه مثلا أخاك أباك الكاف تعرف نفس الإعراب ما في اختلاف. دائما نعم، أي ضمير يا رن يتصل بالاسم
دائما يا مس بنعربه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إلى. تمام مس، يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب قاسم ثامن اللي فتحت لهم المايك، نزلوا ايدكم يا مس. قاسم نختم اليوم يا مس؟ نعم ان شاء الله، بضل عندنا الامتحانات والمراجعه المكثفه الكامله للاسئله يوم الجمعه من الساعه 6 للساعه 8. ريتاج عندك سؤال يا ريتاج؟ مس هلا احنا بعد ما نخلص الوحده الاعداد المركبه من المفعول المطلق بدنا ناخذ المراجعه تاعتهم، ولا بدك تخليها ليوم الجمعه؟ الاسئله قصده كلهم راح يكونوا ان شاء الله يوم الجمعه، اسئله مكثفه للامتحان كامل. تمام شكرا مس. عفوا، وكانه يعني امتحان نهائي نفس ما عملت لسادس. طيب ضل حدا ما فتحنا له المايك. مجدي بس ممكن دقيقة على وحدة المفعول المطلق. تكرم يا مجدي من عيوني. طيب يلا يا تامن، خلونا الآن نبدأ بقاعدة الأعداد المركبة. تامن عادي الآن، لو عادي يا سلمى ما في مشكلة. الآن ثامن لو ما أخذت سكرين أو ما كانت فرضا الشاشة واضحة 100%، أنا رح أصور كامل الورق اللي شرحت عليها القواعد، رح أبعث لكم بنهاية الحصة اللي هي روابط الفيسبوك والواتساب، رح أبعثهم على الواتساب، رح أبعثهم أيضا على الفيسبوك الجروب، رح أنزل البوست، رح أعمل شير للجميع. يلا تمام يا رند، تكرمي رند. وينك يا رند؟ حكيتي لي انه ما فتحت لك المايك. رند تفضلي يا مس. انا ولا في بنت غيري؟ لا مش عارفه، انا رند اسامه. رند اسامه. لا انا غلطت الشخطات. تمام في غير. بس عندي كمان سؤال صغير مكان. اه يا رند. مس الساعة الامتحان يوم الجمعة أي ساعة بالضبط؟ من الساعة 6 للساعة 8 نفس حصة اليوم. تمام. نعم، هو أبكر إلكم عشان إذا عندكم امتحان أو عندكم شيء بدكم تقضوه يعني بيكون أبكر. طيب رند أسامة. مرحبا مس. أهلا. لك متى آخر حصة بتكون مراجعة بنخلص الحصص كلها؟ للأسف يا رند إنها رح تكون يوم الخميس، يوم الجمعة. الجمعة. Okay, I love you miss. إيه I love you too. شكرا يا رند. طيب يلا نبدأ يا حلوين يا أمامير. اليوم مو حاسة في عندكم تفاعل صراحة. لا نايمين يا تامن؟ دائما أنا بكون متحمسة من نشاطكم، اليوم يعني حاسة الأغلب نايم. ويزن، يزن وين مشاركتك يا يزن؟ بس لا تكون طلعت من الحصة. عن جد زي ما حكى مجدي فاقدين يزن. ويارا، يارا مش موجودة. يزن بحكي لنا إنه النت تعبان، سلامة النت يا يزن. بس شفتوا كيف بفقدكم؟ والله بكون في إلكم يعني بهجة بالحصة، فأنا بكون عارف الطلاب المفقودين. ألف سلام عليك يا ربا. يارا صراحة اليوم فقديتها بس هي مش موجودة في الحصة. Love you too يا ديما.
شفتوا والله أنا بكون شايف كل الشات وشايف كل اللي بيجاوبوا وعارف كل الموجودين بالحصة دائما. الله يسامحكم دائما بتحكوا لي يا مس أنت بالطنشينة يا مس أنت بالطنشينة. أوكي يا مشكلة اللي بيحكوا لي مس افتحي لنا المايك ما بيكونوا رافعين إيدهم الله يسامحكم. يلا بعدين احكوا لي. يا رب تداوم مسائي ما شاء الله يا آية. تمام يا يزن. يزن بحكي لي انت يا مس زي عمر بن عبد العزيز في العدل. اوكي طيب الآن بيسان بتحكي لي ينسكب منها الماء، ما إعراب الماء؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. من الذي ينسكب يا بيسان؟ الماء. شكرا يا سلمى بتكفيني مشاعرك والله. شامخ بدك شنق يا مس. صحيح اليوم ما في مسائي. صحيح صحيح اليوم ما في مسائي لأنه الجميع روح وانتهت الدوام على الساعة واحدة. حاضر يا نبأ هتشوفوا وجهي لكن بنهاية الفصل. يلا نستغل الوقت الآن. نعم مش عشان لك عشان زفاف ولي العهد. يلا يا حلوين الآن عندي الأعداد المركبة. الأعداد المركبة هي الأعداد من كم لكم يا ثامن؟ من 11 إلى 19. هاي الأعداد المركبة يا حلوين إلها يعني مجموعتين، أنا زي كأنه بدي أفصلها إلى عائلتين. نعم بس ثواني. حاضر يا تامر رح أدخلكم على الجروبات ونبعتهم. الآن بدنا نبدأ بالعائلة الأولى. العائلة الأولى اللي هي العدد 11 إلى العدد 12 فقط. هاي العائلة يا ثامن بدي أراجع شفوياً القاعدة اللي أخذتوها سابقاً بالصف السابع. أخذتوا في الصف السابع قاعدة الأعداد من 1 إلى 10. بتذكر وعملنا يا ثامن مراجعة سريعة عليها بالقاعد بالبثوث لما شرحنا القاعدة. العدد 1 و2 بيطابقوا المعدود في التذكير والتأنيث، والأعداد من 3 إلى 9 تخالف المعدود بالتذكير والتأنيث. أحسنت يا يزن ممتاز. الآن اللي كانوا يتابعوا معي أول بأول بالبثوث بيعرفوا الكلام اللي الآن عم بحكي فيه لأنه نحن بنراجع القاعدة من الصفر. طيب الآن عندي بدي أمشي على الأعداد 11 و12 يا تامن. إن شاء الله هيك بتكون الصورة أوضح. أوكي ممتازين. ألف من حيث المطابقة والمخالفة. بدي أخذهم كل مجموعة كل عائلة من ناحيتين، من ناحية المطابقة والمخالفة من ناحية الإعراب. الآن الأعداد 11 و12 تطابق المعدود في التذكير والتأنيث في كلا الجزئين، في كلا الجزئين. إذن العدد 11 و12 يا ثامن يطابق المعدود في التذكير والتأنيث في كلا الجزئين. نعم يا بيسان سأبعث رابط الجروبات في نهاية الحصة إن شاء الله. نأخذ أمثلة على هاي الحالة يا ثامن. قرأت إحدى
عشرة قصة، صح؟ الآن أول شيء، شو يعني يا ثامن في كلا الجزئين؟ الأعداد المركبة في جزء أول وفي جزء ثاني، الجزء الأول اللي هو الأعداد والجزء الثاني اللي هي العشرات. طيب الآن إحدى الجزء الأول، بروح العدد 11، أين المعدود يا ثامن؟ نور ركزي، مذكر أم مؤنث؟ أين المعدود؟ شو الشيء اللي عداتهم إنهم 11؟ القصة، ممتاز. إذن القصة عندي المعدود، المعدود مؤنث أم مذكر؟ يلا يا حلوين، وينكم نايمين؟ ممتاز، المعدود مؤنث. سندس ركزي، قصة فيها تاء مربوطة، إذن هي مؤنثة. طيب الآن بدي أروح على العدد، الجزء الأول مؤنث أم مذكر؟ ممتاز، الجزء الأول مؤنث إحدى. الجزء الثاني ما به يا ثامن؟ مؤنث أم مذكر؟ أيضا مؤنث. إذن العدد 11 و12 بيطابق. إذا بدي أحط ثواني خط بالأصفر على كلمة تطابق المعدود بالتذكير والتأنيث أيضا في كلا الجزئين. أيضا عندما نقول جاء 12 طالبا، أين المعدود يا ثامن؟ ممتازين، المعدود طالبا. طيب إيش المعدود، مؤنث أم مذكر؟ ممتازين، مذكر. طيب بنتبه على العدد 12، الجزء الأول مذكر أم مؤنث؟ مذكر. طيب الجزء الثاني مذكر أم مؤنث؟ ممتازين، مذكر. إذن العدد 11 و12 يا ثامن، يزن ركز، 10 يطابق المعدود في كلا الجزئين، الجزء الأول والثاني يجب أن يأتي مثل المعدود. إذا كان المعدود مذكر فالعدد مذكر في كلا الجزئين، المعدود مؤنث فالعدد مؤنث في كلا الجزئين. طيب الآن بدنا نروح باء من حيث الإعراب. من حيث الإعراب يا ثامن، العدد 11 إله إعراب معين والعدد 12 إله إعراب معين. هلأ العدد 11 يعرب عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل، يا عيني عليكم. والآن هنا بفتح قوس وبيكون حسب موقعها من الجملة. إذن إعراب العدد 11 ثابت، الجزء الأول منها بعربه عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل، بعدين هنا يا ثامن بيعتمد أنا أعرف إيش موقعها من الجملة. خلونا نأخذ مثال، قرأت 11 قصة. كلمة 11 بعربة إعراب ثابت اللي بالبداية، عدد مركب مبني على فتح الجزئين. إيش يعني يا ثامن
مبني على فتح الجزئين، يعني دائما لازم أحط على الجزئين فتحة فتحة أيا كان موقعها من الإعراب، لأنه كلمة مبني يعني ما بتغير حركتها حسب موقعها في الجملة. عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل، لهون بتوقف من حفظي للإعراب، بروح للجملة بعرف إيش موقعها من الإعراب في الجملة. ممتازين. قرأت، قرأ فعل ماضي، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ممتاز يا جنى. طب ماذا قرأت؟ 11. إذا مباشرة بروح يا ثامن في محل نصب مفعول به. يا عيني عليكم يا ثامن. إذا الإعراب الشق الأول بيكون حفظ للإعراب، الشق الثاني بيكون حسب معرفتي لموقعها داخل الجملة. ممتازين. طيب الآن عندي العدد 12 يا ثامن، كيف بعرب العدد 12؟ إله إعراب مختص فيه يا ثامن، يعرب حسب موقعه من الجملة. إذن بعرب مباشرة حسب موقعه من الجملة يا ثامن، ويكون معامل. ممتاز يا يزن. معاملة المثنى، ما معنى يعامل معاملة المثنى؟ يرفع بالألف، ينصب ويجر بالياء. لكن إيش بنحكي ملحق بالمثنى؟ إيش يعني يا ثامن ملحق بالمثنى؟ يعني فقد شرط من شروط التي يجب أن تكون في المثنى. إذا العدد 12 يا ثامن بعربه مباشرة حسب موقعه من الجملة، وبعامله معاملة المثنى، يرفع بالألف، ينصب ويجر بالياء. طيب العدد 10 إيش بعربه؟ عدد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نيجي الآن نعرب جملة جاء 12 طالبا. بروح على 2، بعرف إنه العدد 12 بعامله معاملة مختلفة. جاء الجملة اللي عندي جملة فعلية، بسأل يا ثامن من الذي جاء 2؟ إذن 2 إيش بعربها؟ فاعل. يا عيني عليكم. ممتازين. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. لماذا الألف؟ لأنه ملحق بالمثنى. دائما لازم أحكي العدد 12 ملحق بالمثنى. ممتاز يا يزن. طيب 10 إيش بعرب حفظ؟ هيا عدد. ممتاز يا فاطمة. عدد مبني على الفتح. ممتاز يا سندس. لا محل له من الإعراب. إذن افهمنا يا ثامن إعراب ومطابقة مخالفة العدد 11 و 12. العدد 11 و 12 بيطابقوا في كلا الجزئين. إذا معدود مؤنث، الجزئين مؤنث. إذا معدود مذكر، الجزئين مذكر. طيب من ناحية الإعراب، العدد 11 يعرب عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل، بعدين بروح بعرف شو موقعه من الإعراب. لكن العدد 12 يا ثامن بعربه
حسب موقعه من الجملة وبعامله معاملة المثنى. شو يعني معاملة المثنى؟ يعني برفعه بالألف وبنصبه بجره بالياء، لكن هل بحكي عنه مثنى؟ لا، بحكي عنه ملحق بالمثنى. إيش معنى ملحق بالمثنى؟ يعني فقد شرط من شروط المثنى. ننتقل الآن للعائلة الثانية. العائلة الثانية يا سامن. ممتاز يا يزن. العائلة الثانية من 13 إلى 19 ممتازين. الآن أول شيء بدنا ناخدها من حيث المطابقة والمخالفة. إحنا مش حكينا يا سامن إنه الأعداد المركبة فيه بتتكون من جزئين؟ العدد 13 إلى 19 حكيناها من قبل تخالف في الجزء الأول، مش دائما بتخالف يا ربا، بس بالجزء الأول تخالف وتطابق. ممتازين، في الجزء الثاني. إذن الجزء الأول بتخالف والجزء الثاني بتطابق. الآن عندي جاء 13 مزارعا، صح؟ حولوا لي العدد 13 إلى كلمات يا ثامن. يا عيني عليكم. سندس، جنى، يزن، ربا، عائشة، ممتازين. أيضا البقية وينكم يا تامن؟ في معي 35 حدا. يلا فاطمة، ممتازة، شامخ، ممتاز. لماذا يا رعد؟ نور خطأ. ممتازة. قاسم لا خطأ يا قاسم. مجدي أحسنت. مجدي ممتاز، لأنه حط لي الحركات برضو. أحسنت جدا يا مجدي. إذن الآن يا ثامن بحكي كلمة مزارع المعدود مذكر، فأنا بحفظ إنه هاي القاعدة، الأول يخالف، الثاني يطابق. شو يعني بخالف؟ عندي يصير مؤنث، فبتصير عندي ثلاثة. طيب الجزء الثاني بطابق، يعني بيكون مذكر زيه، إذن 13 مزارعا. رعد تكرم. الآن عندي الأعداد من 13 إلى 19. هاي الأعداد يا رعد في عندي جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الأول بخالف المعدود بالتذكير والتأنيث، والجزء الثاني بطابق المعدود بالتذكير والتأنيث. ممتازين. الآن كيف يعني؟ بدي أحط برضه بدي تحولوا لي إياها. الآن إذا جاء المعدود مذكر، الأول لازم يكون مؤنث والثاني مذكر، لأنه الأول بخالف والثاني بطابق. إذا جاء المعدود مؤنث، يعني الأول بده يخالف بده يكون مذكر والثاني بده يطابق بده يكون مؤنث. يلا اكتبوا لي إياها بالكلمات. ممتازة يا نور، عائشة، ربا،
أوكي جاءت. آية يزن، ألو، حسستني إنه إحنا في مكالمة. فاطمة ممتازة، مجدي ممتاز، أين البقية؟ رعد فيها خطأ، إحنا بنحكي طالبة وليس طالبا. عادي يا رعد، ما في مشكلة نخطأ مرة ومرتين ومليون، برضو حكيناها، المهم إنه نتمكن. نعم ممتازة يزن، لكن هو العدد عندي 17. ممتازين يا ثامن، إذا جاء 17 طالبة، الأول بخالف والثاني بطابق، كون المعدود مؤنث فالأول لازم يجي مذكر والثاني مؤنث، لأنه الأول بخالف والثاني بطابق. طيب الآن عندي بباء، باء من حيث الإعراب. الآن الأعداد من 13 إلى 19 بعربها يا ثامن، هلأ يا يزن رح أكتب تكرم، بعربها نفس إعراب العدد 11، عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل بعدين حسب موقعها من الجملة. أحسنتم. الآن نيجي ناخذ، بس ثامن ننتبه، مبني على فتح الجزئين، يعني العدد بالجزء الأول فتحة وبالجزء الثاني فتحة، أيا كان موقعها من الإعراب. ممتازين، يلا نعرب الأولى. عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل، لهون يا ثامن بعربها وأنا ما بطلع على موقعها، بعدين بروح بشوف موقعها. جاء فعل ماضي، بسأل نفسي يا مس من الذي جاء؟ ممتازين، 13. طيب إذا في محل ماذا يا ثامن؟ رفع فاعل، يا عيني عليكم. طيب أحط مثال، سلمت على 14 لاعبا، ايش بعرب العدد 14؟ بلاحظ اول شيء فتحه فتحه، لازم اضبطها فتحه فتحه، بعرب بدون ما اعرف اي موقع، عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل، بعدين بشوف يا ثامن قبلها أجا حرف جر، إذن في محل إيش يا ثامن؟ ممتازين، نور، اسم المجرور يكون مجرور وليس مرفوع، إذن في محل جر اسم مجرور، إذن لازم جدا يا ثامن أعرف إنه هون في عندي ملاحظة. الأعداد من 11 إلى 19 باستثناء العدد 12 دائما تعرب
عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل وبعدين حسب موقعها من الجملة، ويجب ضبطها بالفتح على كلا الجزئين. هاي الملاحظة الأولى عندي يا ثامن لازم أتمكن منها. الملاحظة الثانية، نحن لحد الآن يا مس ما أعربنا المعدود. مين بيعرف إيش إعراب المعدود للأعداد المركبة كلها؟ ممتاز يا سندس. فاطمة ممتاز. لا يا ديما، الحصة راح تخلص الساعة 8. ربا ممتازة. عائشة أحسنتي. إذن بحط برضو ملاحظة، دائما معدود الأعداد من 11 إلى 99 برضو نحن حكينا يعرب تمييز منصوب، دائما الإعراب ثابت. إذا معدود الأعداد من 11 ل 99 مش بس ل 19 بعربه يا تامن تمييز منصوب يا حلوين. إذا يا مس بتمكن، ثواني فقط. نعم يا ثامن، إذا بتمكن دائما من قاعدة الأعداد يا مس إنه بعربها أول شيء بتمكن من ناحية المطابقة والمخالفة، ثواني لأنه اليوم الضوء مش ضابط، من ناحية المطابقة والمخالفة ومن ناحية الإعراب، تمام يا يزن. الآن من ناحية المطابقة والمخالفة، العدد 11 و12 يطابق في كلا الجزئين. طب الأعداد 13 إلى 19 الأول بخالف والثاني بطابق. طيب نتمكن الآن من الإعراب. إعراب الأعداد من 11 إلى 19 دائما يا ثامن عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل بعدين بعرف إيش موقعها من الجملة. تكرمي يا عائشة من عيوني. برضو زي ما حكيت لكم رح أنزلها على الجروبات. بالإضافة يا تامر إنه العدد 12 ما بعرف نفس باقي الأعداد المركبة. نعم من عيوني رح أبعثه على الواتساب. الآن ما بعرف نفس الأعداد الثانية، بعرف يا ثامن حسب موقعه من الجملة وبعامله معاملة المثنى. إيش يعني يا مس بعامله معاملة المثنى؟ يعني يرفع بالألف وينصب ويجر يا ثامن بالياء، لكن هل بحكي لأنه مثنى؟ لا يا ثامن، بحكي يا حلوين لأنه ملحق بالمثنى. طب العدد 10 اللي أجمع العدد 12 بعرف يا مس عدد مبني على الفتح؟ لا، لا محل له من الإعراب. افهمنا يا ثامن عفوا قاعدة الأعداد المركبة. ممتاز. البقية يا مس ممتاز يا عائشة مفهوم ممتاز. شكرا حبيبتي يا سلمى. طيب افتح. لا يا سلمى ما خلصنا يا مس، رح تخلص على الساعة 8. نحن اليوم حصتنا ساعتين لأنه بدي أنتهي من القواعد كامل. الحصة الجاي إن شاء الله امتحانات، يعني صراحة أنا بس ختمت مع سادس حصة الامتحانات لحالها، حتى الساعتين بيكون أحياناً بدنا أكتر. هي هي تامن برضو أنا رح أصورها ورح أبعتها على جروب الفيسبوك وعلى جروب الواتساب بصورة واضحة جداً.
أوكي ثواني بس بدي أحط الموبايل عشان نشرح. رح أبعت لكم الروابط يا مس. تمام يا زن. الله لو بإيدي يا مس بضلني معكم مليارات الساعات، لكن لكل بداية نهاية للأسف الشديد. نبدأ الآن يا حلوين، أو قبل ما نبدأ في حدا عنده أي سؤال؟ عنده سؤال مهم جدا جدا يا تامن عن قاعدة الأعداد المركبة؟ ريماس، ريماس هل لديك سؤال؟ يبدو أنني سأتحدث معكم كما تريد بيسان. نور هل لديك سؤال يا جميلة؟ مس هلأ بس بدي أسألك، هلأ هو مو عن قاعدة الأعداد المركبة، بدي أسألك سؤال تمام؟ بيجي سؤال، بين نوع المنصوبات التي تحتها خط فيما يأتي؟ بدي أحكيها بقاعدة المفعول المطلق. طيب تمام. مس أنا عندي سؤال. نعم يا ريماس. بس مش بال يعني بالدرس الأسماء الخمسة. نعم. هسا بدي أسألك، هسا إذا أضيفت هذه الأسماء إلى الياء المتكلم تعرف بحركة مقدر على ما قبل الياء؟ نعم. يعني هيك الجواب صح؟ لاشتغال المحل بالحركة المناسبة. خلاص تمام، يعطيك العافية. الله يعافيك يا ريماس. عاصم عاصم هل لديك سؤال؟ عائشة لا لا بالغلط. نعم تمام يا عاصم ما في مشكلة. ها يا عائشة. الأهداف من 1 إلى 10 شو إعراب إيش؟ الأعداد نفسها؟ المعدود. المعدود إعراب معدود الأعداد 1 و2 حسب موقعها بالجملة، لأن أنا إيش بحكي؟ جاء طالب واحد، فالمعدود هو طالب صح؟ فأنا بعرفه حسب موقعه من الجملة، لكن معدود الأعداد من 3 إلى 10 دائما مضاف إلى. فاطمة هل لديك سؤال؟ أمس مش يوم الجمعة مراجعة، بتقدري تحطي لنا أسئلة معهم على كتاب المهارات عشان عندي امتحان يوم الأحد. أنا رح أعمل امتحان مهارات والقواعد مع بعض، يعني زي كأنه امتحان في المدرسة. شكرا لك. عفوا يا عزيزتي. طيب جنى. مرحبا بس كيفك؟ الحمد لله. مس ممكن تعيدي إعراب رقم عدد 12؟ نعم العدد 12 يا جنى بعرب دائما حسب موقع من الجملة، يعني فاعل، مفعول به، مبتدأ، خبر، أيا كان موقع من الجملة تمام؟ لكن رح أعامله مثل معاملة المثنى. نحن كيف كنا نعامل المثنى؟ المثنى يا مس برفعه بالألف وبنصبه بجره بالياء صح؟ بس لكن لما أنتهي من الإعراب، فرضا نحن رفعناه بالألف أو نصبناه وجريناه بالياء، ما بحكي يا جنى لأنه مثنى، بحكي لأنه ملحق بالمثنى فقط. تمام شكرا. عفوا. طيب الآن نبدأ يا حلوين بقاعدة المفعول المطلق. إذن عندي قاعدة المفعول المطلق. المفعول المطلق يا مس هو مصدر منصوب. لماذا نأتي بهذا المصدر المنصوب يا ثامن؟ يلا يا مس، لماذا نأتي بهذا المصدر المنصوب داخل الجملة؟
ممتاز. إذن هو مصدر منصوب يؤتى به من نفس لفظ الفعل الذي قبله ليؤكد هذا الفعل. شو يعني يا مس مصدر؟ المصدر هو عملية الشيء. الآن يا ثامن لما نحكي درست ممتازين، أحسنت يا عائشة، درست على الامتحان دراسة مكثفة. أوكي، أول شيء عندي الفعل درست، إيش المصدر من درس؟ عملية الدراسة. إذن درست دراسة، أول شيء أنا حكيت عن المفعول المطلق إنه مصدر، وهذا المصدر أهم شيء فيه إنه منصوب يا ثامن. فلما أحكي أنا اشتقيت المصدر من نفس لفظ الفعل اللي جاء في بداية الجملة، إذن لازم يكون ماذا؟ مفعول مطلق. فأنا بحكي درست دراسة، كتبت كتابة، ألقيت إلقاء. فدائما المفعول المطلق هذا يا مس لازم أشتقه من نفس المصدر اللي يجينا في بداية الجملة. الآن لو بدي أجي على كلمة دراسة، كون هذا المصدر يا مس اشتقيته من نفس الفعل اللي جاء في البداية، بعرب نعم يا نور مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح. أنا هاي القاعدة الأولية للمفعول المطلق إنه لازم يكون مصدر، وهذا المصدر يا ثامن أنا بشتقه من نفس لفظ الفعل اللي أجى بالبداية. كيف بشتقه؟ عن طريق عملية الشيء، كتب عملية الكتابة، درس عملية الدراسة، وجد عملية الوجد، أنتج عملية الإنتاج، أحسن عملية الإحسان، تمام؟ وأخذت على الساعة 8 يا نبا، وأخذت سابقاً بالصف السابع برضو يا مس، أخذت المصدر الصريح وأوزان المصدر الصريح. طيب الآن بدنا نحكي عن الغاية أو الهدف من المفعول المطلق. رح أشرح لكم إياها نفس ما شرحناها على البث لأنه الكل فهمها عن هاي الطريقة. أول شيء عندي هم ثلاث حالات، طيب هلأ صار الصوت أوضح يا جنى؟ الصوت واضح يا تامن؟ العفو يا جنى. ولكم تامن، مالكم اليوم نايمين؟ وينكم؟ أين الحماس؟ أين الفعالية؟ شكلكم نايمين اليوم. أوكي، الآن عندي الغاية أو الهدف. تمام يا رب، صحة وهنا يا رب. ها جنى، ممتازة يا جنى. جنى بتحكي لي مس الحماس موجود بس نفهم الدرس. أوكي، رح تفهموا الدرس بإذن الله من عيوني. يلا الآن عندي الغاية أو الهدف من هذا المفعول المطلق، إما تأكيد وقوع الفعل فقط يا ثامن، أو تأكيد وقوع الفعل
مع بيان نوعه أو تأكيد وقوع الفعل مع عدد المرات. يا عيني عليكم. إذن بدنا نلونهم، عندي تأكيد وقوع الفعل أو تأكيد وقوع الفعل مع بيان نوعه أو تأكيد وقوع الفعل مع عدد مرات وقوع هذا الفعل. بدنا نحط الآن يا ثامن أمثلة. الآن أول شيء عندي كتابة، أيضا نام الطفل نوما، لكن عند بيان النوع يا ثامن بدي أحكي ألقيت القصيدة إلقاء الشاعر. بدنا نحكي أيضا اثنين كتبت الدرس كتابة جميلة، وعندي أيضا بثلاث نام الطفل نوم المجهد. ممتازين. بعدد مرات وقوع الفعل، لاحظوا الآن في عندي شغلات أنا عم بزيدها بكل نوع. الشاطر اللي بيفهم معاي. يا رام، يا الله يا رام. لا رح أشرح يا عفاف تكرمي. يا رام للأسف شرحنا، نعم كل القواعد، نحن صرنا بالقاعدة الأخيرة. الآن اللي مركز معي مظبوط يا ثامن رح يفهم الشيء اللي عم بزيده بكل غاية أو هدف. الآن ألقيت القصيدة، أو ممكن أحكي بدل ألقيت القصيدة سجدت لله سجدة، أو ألقيت القصيدة إلقاءة. اثنين كتبت الدرس كتابتين، وثلاث نام الطفل نوماتا. أوكي يلا. نعم يا يارا رح تنزل على اليوتيوب. نركز يا ثامن. يلا بدي أمسك أنا الموبايل ونركز الآن بهاي القاعدة. عندي الغاية أو الهدف من المفعول المطلق، حكينا إما تأكيد وقوع الفعل أو تأكيد وقوع الفعل مع بيان نوعه أو تأكيد وقوع الفعل مع عدد مرات وقوعه. أول شيء حكيت إنه هذا المصدر اللي هو المفعول المطلق هو مصدر بشتقه من مين يا سادس؟ يا ثامن بشتقه من نفس الفعل اللي أجا في البداية، صح؟ طيب ألقيت عملية الإلقاء، كتبت عملية الكتابة، نوم عملية النوم، صح؟ أنا لحد الآن اشتقيت هذا المصدر من نفس الفعل. إذن كلمة إلقاء وكتابة ونوما هو مصدر مشتق من نفس الفعل اللي أجا في البداية، إذن هو مفعول مطلق منصوب. هذا شيء مفروغ منه، وهون إلقاء كتابة نوما، وهون عندي سجدة كتابين ونوما. ننتبه أول شيء بالغاية أو الهدف الأول بتأكيد وقوع الفعل يا ثامن، هل جاء بعد هذا المفعول المطلق كلمة ولا انتهينا لعند مفعول المطلق؟ يلا يا حلوين انتهينا. ممتاز. يلا البقية. ممتازين يا ثامن. إذا انتهيت لعند المفعول المطلق وما أجا بعدها كلمة بتفسرها أو حتى بتبينها أو حتى بتنعتها. إذا أنا عندي يا ثامن ثواني، نعم أنا عندي هذا المفعول المطلق ما أجا بعده أي كلمة بتفسره أو بتنعته أو أي شيء،
طيب لم يأتي بعدها صفة أو مضاف إلى، هي اتفقنا على أول شغلة. ثاني شغلة، هل جاءت متصلة بالتاء المربوطة؟ ممتازين. البقية يا ثامن، يلا. ممتازين. إذن هل اتصلت بالتاء المربوطة؟ لا، إذن لم تتصل بالتاء المربوطة. طيب ثالث شيء، هل جاءت مثنى أو جمع؟ ممتاز. إذن جاءت الكلمات مفردة. إذا يا ثامن ما أجا بعدها مضاف إليه أو كلمة بتوصفها يعني نعت، وإذا ما جاءت بالتاء المربوطة هلأ كتابة هي مصدر فما دخلها، وإذا أجت مفردة لا هي مثنى ولا هي جمع، إذا الغاية أو الهدف من هذا المفعول المطلق تأكيد وقوع الفعل. الثانية، تأكيد وقوع الفعل مع بيان نوعه. أول شيء، هل أجا بعدها مضاف إليه أو نعت؟ ممتاز يا ربا، ممتازين. أول شيء عندي إلقاء نكرة والشاعر معرفة، إذا جاء بعدها مضاف إليه، جاء بعدها مضاف إليه أو إيش يا ثامن؟ أو صفة اللي هي بين قوسين نعت، لأنه أنا هون إيش وصفت الكتابة بإنها إيش يا ثامن؟ جميلة، فأنا وصفتها أو نعتها بالجميلة، فاللي بيبين نوع الفعل بيكون صفة أو نعت. ممتازين. طب هل اتصلت فيها التاء المربوطة؟ نعم، لم تتصل بالتاء المربوطة. هل جاءت مثنى أو جمع؟ نعم، جاءت مفردة. ممتازين. ثامن، أنا عارف ممكن لسه لحد الآن في طلاب ما وصلت لهم المعلومة، بس ركزوا معاي بالشغلات اللي بتتصل وما بتتصل. الآن أول شيء، هل جاء بعدها كلام؟ لا. طب هل اتصلت فيها التاء المربوطة؟ ممتاز، اتصلت بها التاء المربوطة أو المبسوطة. هل جاءت مثنى أو جمع؟ ممتاز. طيب بيفيدني يا مس كل الشيء اللي حكتي. الآن يا ثامن، اللي بيأكد وقوع الفعل، أول شيء ما بتصل فيه التاء المربوطة، ولا بتصل فيه التاء المبسوطة، ولا بيكون مثنى، ولا بيكون جمع. بالإضافة ما بيجي بعده لا صفة ولا مضاف إليه، مثل ما مرة حدا حكاني إياها. تمام يا يارا؟ مثل ما مرة حدا حكاني إياها في الشات، زي كأنها سادة. إيش يعني سادة؟ يعني ما بيجي معها ولا شيء. هاي المصدر بشتقه من الفعل وما جي ما بيجي بعده ولا شيء يا ثامن. لا أعتقد يزن والله. طيب اللي بيأكد وقوع الفعل، كلهم بيأكدوا وقوع الفعل، لكن مع بيان النوع ما بتصل فيها التاء المربوطة زي تأكيد وقوع الفعل، وما بتيجي مثنى ولا جمع، لكن بيجي بعدها مضاف إليه أو صفة. هنا إلقاء الشاعري. إلقاء يا ثامن مفعول مطلق منصوب وهو مضاف، مش النكرة زائد المعرفة بشكل عندي إضافة. طيب الشاعري مضاف إلى مجرور.
طب شو يعني يا مس صفة؟ يعني أنا بوصفها بشيء معين، كتابة جميلة، فكلمة جميلة مضاف إلى نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم. أيضا عندنا نام الطفل نوم المجهد، نام عملية النوم، لكن أجت نكرة بعدها معرفة، هون عندي مضاف إلى مجرور، فأنا شو يعني يا ثامن لازم يجي بعدها مضاف إلى أو نعت؟ يعني أنا ببين شو نوع، لما هون حكيت شو نوع هذا الإلقاء، كان إلقاء الشاعر. شو كان هون نوع النوم؟ كان نوع نوم المجهد، لكن بالعدد مرات إما بتصل فيها التاء المربوطة أو بتكون مثنى أو بتكون جمع، لكن نحن برضه أعربنا لما تكون مثنى ولما تكون جمع. هون عندي كتابتين، إيش بعربها يا ثامن؟ مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه إيش يا ثامن؟ يلا الياء لأنه مثنى، ممتازين. طيب نام الطفل نومات، نومات مفعول مطلق منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن هون بنحط برأس القاعدة ملاحظة، المثنى ينصب بالياء وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. تمام يا ثامن؟ في عندكم أي مشكلة بالمفعول المطلق؟ والمفعول المطلق دائما منصوب. في عندكم أي مشكلة يا ثامن بالمفعول المطلق؟ عشان الآن بدي أحكي عن المنصوبات. الله يعافيكم يا حلوين. نعم يا سندس، الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب بس بدي أحكي ملاحظة مهمة عن المنصوبات. الله يسعدك يا يزن، والله أنت الخرافي. المنصوبات يا ثامن باللغة العربية، عندي المفعول به هذا تعودنا عليه، بيكون إجابة ماذا؟ تمام؟ هلأ رح نحط عليهم جمل. عندي أيضا المفعول لأجله، إجابة لماذا؟ وعندي المفعول المطلق مشتق من نفس جذر الفعل، ممتازين. وبكون عندي اسم إن وخبر كان، أخوات إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. أما خبر كان، كان، أصبح، أمس، ظل، وبات، وما برح، ومن فك، إلى آخره. طيب بس بدنا ننزل. إذن المنصوبات يا ثامن عندي باللغة العربية، أول شيء المفعول به بيكون إجابة ماذا، المفعول لأجله إجابة لماذا، المفعول المطلق بكون مشتق من نفس جذر الفعل اللي أجى بالبداية، الاسم إن بيكون بعد إن وأخواتها، إن وأن وكأن، لكن وليت ولعل. أما خبر كان بيكون بعد كان وأصبح وأمس وظل وبات وما برح ومن فك وما دام. طيب الآن درس
الطفل الدرس. بدي تحكولي أنواع المنصوبات اللي ظهرت عندي في الجملة. قمت احتراماً للمعلم. ثلاث درت حول الملعب دورتين. أربعة إن المساء جميل. خمسة كان يزن مشاغبا. يلا يا تامن. ممتازين. عندي الدرس، عندي احتراما، دورتين، المساء، ومشاغبا. أول شيء ممتازين يا ثامن. بدي أعرف إيش نوع المنصوبات الموجودة عندي في الجمل. عندي درس الطفل درس، بسأل ماذا درس الطفل؟ إجابة ماذا إيش بيكون يا ثامن؟ يا عيني عليكم، بيكون مفعول به. إذن الدرس مفعول به، منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. الآن احتراماً بسأل يا ثامن، لماذا أنا قمت؟ احتراماً. ممتاز يا حمزة. طيب احتراماً إيش لازم تكون؟ ممتاز يا جنى. يلا البقية. ممتازين. إذا قمت احتراماً، إجابة لماذا بتكون مفعول لأجله، والمفعول لأجله أخذته يا تامر بالصف السابع. إذا مفعول لأجله منصوب. طيب درت حول الملعب دورتين. أول شيء أنا في عندي مصدر. أهم شيء بالمصدر يا ثامن إني أنا اشتقيته من نفس جذر الفعل اللي أنا جاء في البداية. ممتازين. إذن هاي إجابة أو مثال على المفعول المطلق الموجود معنا في الدرس، بس بدون أقل التعريف، مفعول مطلق. تمام. عندي إن السماء جميل مباشرة، اسم إن إيش بت؟ ممتازين. اسم إن منصوب، يا عيني عليكم. طيب كان يزن مشاغبا، يا عيني عليكم، خبر كان. فاطمة ركزي، مو اسم كان، خبر كان منصوب. ممتازين. إذن يا ثامن يا حلوين، عندي المنصوبات باللغة العربية خمسة لحد الآن اللي أنتوا أخذتوهم. جميع المفاعيل باللغة العربية منصوبة، مفعول به، مفعول لأجله، مفعول المطلق، واسم إن، وخبر كان، دائما منصوبات. المفعول به كيف بعرف بالجملة؟ بيكون إجابة ماذا وبقع عليه فعل الفاعل، والمفعول لأجله بيكون دائما إجابة لماذا. المفعول المطلق بشتق من نفس جذر الفعل اللي أجا في البداية. اسم إن لازم يكون بعد إن وأن وكأن، لكن وليت ولعل. وخبر كان بيكون بعد كان، أصبح، أمسى، ظل، بات، ما برح، من فك، ما أصبح، ما دام، يعني أيا كان من أخوات كان. هيا مس عشان بدي ياخد سكرين، وخلوني شوي بس أبعت لكم ثواني، بدي أفتح أطول رابط الفيسبوك، رابط الواتساب، ثواني. ليش يزن اللي ما عمل إشي؟ يزن كان مشاغب. عندك اعتراض يا يزن؟ طب بس خليكم ثواني معي يا ثامن، خليني
أدور لكم على رابط الحصص. نعم هيهم، ادخل على كل الروابط، أهم شيء رابط الواتساب ورابط الفيسبوك يا حلوين، علشان ثواني بدي أعمل لـ everyone. هيهم، ادخل على رابط الفيسبوك ورابط الواتساب، رح أبعث عليهم يا ثامن الأوراق اللي شرحنا عليها كامل، يعني هلأ رح أصورهم. لا ربا مو يا زين اللي بكتب بالياباني، زين زين برضو فاقدينه في الحصة للأسف. راح أبعت لكم الصور المادة كلها اللي شرحناها، بالإضافة ثواني بس بالديم. نلف الكاميرا. نعم راح أبعتهم كلهم إن شاء الله. ثواني يا حلوين. يزن بحكي لكم إنه صرت تتهموا بكل شيء. لا يا يزن. طيب ثواني، معناته أرجع أبعث لكم رابط الواتساب لحاله، أعمل كوبي. أكيد بنمزح معه دائما، إله أهمية صراحة يزن في الحصة. والله كلكم برضو بحبكم بستمتع معكم. الله يعافيك يا أجمل سلمى، أكيد مدحي مقبول يا يزن، دائما متحملك في الحصة. حسنا، أصبح مثل بيسان. العفو يا يارا. هيك يا تامن، ادخلوا أهم شيء على الفيسبوك، رح أنزل على الجروب للكل. مس امبارح جيت ببالي وزعلت، انت تسألني ما قلتها مس العربي اللي بأبواب، رح بطل أشوف لأنه خلص الفصل، والله زعلت. لا يا ربا، إن شاء الله إن شاء الله أنا برجع بدرسكم السنة الجاية إذا كانت لسه الخدمة موجودة، أكيد رح يعني برضه رح آخذ الصف التاسع عشان تكونوا نفسكم. عائش الحمد لله يا تامن انكم فهمتوا. تامن اليوم الجمعة عنا الحصة النهائية ان شاء الله، وعاشر رح اخذكم اذا ضلت نفس الخدمة من عيوني. هلأ رح انزل الصور تبعون القواعد يا ينال على الفيسبوك، واعمل للكل ذكر على البوست. نمسى سيدنا محمد. يعني تحملوني على الفيسبوك راح أعمل للكل ذكر. نعم اللهم صل على سيدنا محمد. نسيتوني يا تامن شو كنت بدي أحكي. هيك انتهينا من القواعد كاملة. حصة يوم الجمعة من الساعة 6 للساعة 8 فقط يا تامن امتحانات، راح نراجع فيها القواعد كاملة، بالإضافة إذا بدكم نحل بالكتاب اللي هي المراجعة الأخيرة الموجودة بآخر صفحات برضو منراجعها وبنحل جميع الأسئلة الموجودة على القواعد كاملة. وبدي أحط صراحة كم سؤال على الأسئلة والأمثلة اللي كانت بتحتاج شوية تفكير، أو كانت بتتضمن قاعدة موجودة على الفصل الدراسي الأول، مثل اتخذت إيادا أخا عزيزا، كان في عندي قاعدة اللي هي عن الأفعال اللي بتنصب مفعولا، فكانت صراحة مهم جدا أنه نتطرق لهذا المثال علشان نرجع للقاعدة اللي أخذناها بالامتحان بالفصل الدراسي الأول. برضو في عندكم اللي هي العدد المركب اللي بيكون في محل جر مضاف إلى برد، عندكم مثال رح أعطيكم إياه المرة الجاي برضو، عشان أي سؤال صعب ممكن يجيك في الامتحان إن شاء الله يا ثامن رح تكونوا متمكنين منه. بدي علامات فل، بدي 120 من 120. هلأ أكون أنا كمان صريحة معكم، أنا عارفة إنه ما حد رح يجيب 120 من 120، لأنه في الكتابة إلا إذا طالب كتب كتابة إبداعية تامة جدا، نعم ما في أي مشكلة، لكن غالبا بتروح علامة أو علامتين إن شاء الله يا يارا على الكتابة. بدي علامات أقل شيء العربي ما بدي إياه يا ثامن يقل عن 297، لأنه أنا صراحة كمان أعلى علامة بحطها 297. نعم بس جنب تسألني ليش أكرم ذووك أكرم ذووك الضيفة
خيرة إكراما مش من الأسماء الخمسة، لأنه ذووك يا جنى أول شيء أجت مضافة إلى ضمير، وحكينا اسم ذو لازم يجي مضاف إلى اسم ظاهر، من شروطه يا جنى إنه يجي مضاف إلى اسم ظاهر، إذا أضيف إلى ضمير مباشرة بطل من الأسماء الخمسة. ثاني شيء ما أجا مفرد، أجا جمع. تسعين ممتاز، بس بدنا أكتر برضو يا يارا، بدنا نبدع أكتر إن شاء الله. عطلة سعيدة برضو، نعم عطلة سعيدة إن شاء الله، بتمنى لكم السعادة والتوفيق الدائم يا تامن. ما تنسوا حصتنا يوم الجمعة من الساعة 6 للساعة 8 امتحانات وأسئلة مكثفة، حيث اللي عنده أي سؤال يبعث لي إياه أو يحكي لي إياه. نعم هلأ صحيح تامن، كونه فتحوا لكم الخدمة المجانية على تطبيق أبواب، في عندكم اللي هي سين جيم صح؟ طيب من ناحية سين جيم بإمكانكم تسألوني عليه، يعني اليوم أنا صراحة رح أسهر على التطبيق، أي سؤال عندكم في مادة اللغة العربية كونها مجانية الآن اسألوني إياها على سين جيم، وأنا رح أدخل أجاوبكم إياه، بس عشان أعرف، لأنه أنا مش أنا المسؤولة عن سين جيم صراحة. إذا بدكم سؤال أنا أجاوبكم إياه اكتبوا لي شحطة مصغادة عشان أدخل أنا وأجاوبها، لأنه المسؤول عن سين جيم مش أنا، بس من ناحية إنه نحن بدنا نفعل الخدمة ونستغل إنه صار، نعم لكل الصفوف مجانية، بنستغل من ناحية إنه صارت الخدمة مجانية بدنا تسألوني، لكن اكتبوا شحطة مصغادة عشان أعرف أنا اللي أجاوبه ولا المسؤول عن سين جيم اللي جاوبكم إياه يا حلوين. يعطيكم ألف عافية وليلة سعيدة، وما تنسوني في صلاة المغرب من دعائكم صلاة العشاء. يعطيكم العافية، الله يعافيكم يا حلوين، ومع ألف سلامة، عطلة سعيدة جدا إن شاء الله.